الحرب. أكيد سلمى، على مدار سنوات من الحرب، من عمر الحرب على سوريا، وجد تجمع الوحدة الوطنية الذي أتم عامه السادس، ووصلت مبادرته أطول رسالة وفاء للوطن وقائد الوطن إلى مبتغاها وهدفها الأساسي. سلمى، أكيد نور، وأقيم بالمركز الثقافي بالميدان حفل تكريمي للمساهمين والمشاركين والمتطوعين المميزين بنجاح وأتمام هذه المبادرة وكافة المبادرات التي قام بها هذا التجمع. للإضاءة أكثر بيصيرنا نرحب بالاستوديو شهد الإبراهيم نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية، ومرعي سوركي مسؤول الأفراد في تجمع شباب الوحدة الوطنية. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، صباح المحبة دايما يلي بتجمعنا. صباح سوريا. صباحكم كالعادة، نحن دائما مواكبين لجميع نشاطاتكم وفعالياتكم، يمكن صار لكم تقريبا هلا 6 سنوات في الميدان. خلينا نحكي عن أهم هي المراحل اللي مريتوا فيها، خصوصا مع فعاليتكم الأساسية لتجمع أطول رسالة وفاء لسوريا وقائد سوريا. تماما، 6 سنين نحن طفينا شمعة سادسة ب 24/4 يوم الاثنين مثل ما ذكرتوا بالمركز الثقافي بالميدان. 6 سنين من الشغل، 6 سنين من المبادرات، 6 سنين من الحب يلي كان عم يجمعنا، والسلام يلي نحن دائما عم نصدره لكل العالم، والامان يلي موجود عنا. كان في لنا عدد من المبادرات، اهمها هي المبادره يلي واكبتنا على مده 5 سنوات، هي اطول رساله حب ووفاء للوطن وقائد الوطن. فينا نذكر قد ايه طولها؟ اكيد نحن صرحنا انه طولها 10 كيلومتر، نحن اليوم انتهينا بعشرة وتسعمائة متر. طبعا نحن قد ما كتبنا قليل وقد ما حاولنا نعبر عن الحب يلي جواتنا لهي الأم العظيمة سوريا، هو قليل كمان كرقم قليل. قد ما حاولنا نقول لابن البلد والسند والأخ والأب السوري سيادة الرئيس المفدى بشار حافظ الأسد أنه منحبك ونحن معك، كمان ممكن نشوف الرقم قليل، ولكن نحن حاولنا عبر هاي الرسالة أنه نحن نوجه رسائل محبة لسيادة الرئيس، وبنفس الوقت رسائل وفاء لتراب هذا الوطن، لنقول له أنت أغلى ما نملك دايما. حاولنا نكون دايما رديف لبواسل الجيش العربي السوري. أنا كطالبة جامعية مثلا أو كشريحة جامعية موجودة معنا بالتجمع، ممكن يستغربوا الناس أنه أنتوا كيف بدكم تحاربوا ببلد حرب كونية كلياتها كل العالم اجتمعت عليه. فأنا من خلال التجمع كنا عم نقول لهم نحن فينا نحارب خلال 6 سنين. نحن حاربنا بالألم يلي كنا عم نكتب فيه هاي الرسائل بمختلف المناطق، حاربنا بالبسمة يلي حاولنا نزرعها، حاربنا وجوه بالتواجد بأماكن تماماً يعني كانت صعبة الوصول إلى، يعني نحن السنة الماضية رافقناكم بالمحافظات السورية بحمص بأماكن كثيرة. رح أذكر هلأ بعض المناطق يلي كانت متوترة جدا وكنا متواجدين فيها برفقة رسالة السيد الرئيس. حاربنا بالبسمة بالدبكة بالفرحة، حاولنا دايما نأرجي كل العالم شو نحن. نحن دايما السوريين إيدينا واحدة، ما ترمرب بيتنا سوريا أبدا إلا أنه نحن نكون جسد واحد بينبض بالحب والسلام. كنا متواجدين مثل ما ذكرتي، كنتوا دايما معنا بكل المحافظات، في مناطق وصلنا لها اعتبارا من درعا، ذكرنا بتذكر قبل هالمرة كانت درعا حساسة جدا لأنه نحن طلعنا فيها مسير بوقت التاريخ يلي اخترناه كان بيطلق عليه الطرف الآخر يوم الشرارة أو يوم الثورة أو تسميات مختلفة بيطلقوا عليها. اخترنا هذا اليوم ب 15 آذار واجينا سير على الأقدام برفقة عائلات من درعا، نساء وأطفال حاملين معنا 1 كيلو من رسائل المحبة. توجهنا للقامشلي بوقت ما كان في أي طريق بالبر، طلعنا بالجو. توجهنا للقنيطرة، وصلنا للحدود الأولى مو بس مع العدو المستجد، مع العدو الأساسي مع الكيان الصهيوني، كنا متواجدين للحدود. كتير مناطق من حقه أي سوري متواجد فيها ما كان بيقدر يكون بالعاصمة دمشق، قلنا له نحن رح نكون معك، نحن اليوم جايين لعندك لتوجه أنت رسائلك من مكانك، مجرد ما أنت بقيت محافظ عبيتك وبقيت قاعد فيه فنحن جايين لعندك. مو لأنه منطقتك بعيدة، لا أكيد نحن برغم التعب يلي تعرضنا له برغم كل شيء قدمنا كان قليل، لأنه نحن نكون متواجدين معك بهاي النقطة. أكيد بواسل الجيش العربي السوري دايما كانوا مرافقيننا بكل نقطة، دايما كنا بالخطوط الأولى حتى بحما. بتذكر كان في تحرر 14 قرية، تاني يوم مباشرة نحن توجهنا لإلهم، من ضمنها قرية الشيخ عبد الله يلي وقرية ديمو يلي كانوا معروفين أساسا بالإرهاب يلي إجاهم يلي تعرضوا له، كنا متواجدين مع الكل برفقة رسالة سيد الرئيس. إضافة لأنه أنا بدي نوه على النقطة هلأ بعد ما خلصنا، إنه هاي الرسالة
بمثابة دايما كانت استفتاء شعبي، يعني رقم مبهر جدا من الأشخاص اللي كتبت على هاي الرسالة بالدم وبالحبر لتقول نحن معك سيدي الرئيس، نحن بدنا ياك، انت ربان سفينتنا، انت قائدنا دايما، انت يلي نحن اخترناك بنفسنا، ما كان في يعني بالآخر نحن المبايعة يلي عملناها رح نجددها دايما. أرقام كتير كبيرة من الأشخاص يلي وقعت ودونت هاي الرسائل. شق تاني للرسالة حكينا فيه كمان يلي هو بالكيلومتر الرابع، نحن انتقلنا لتكون أكبر دعوة قضائية رح تتقدم للمحافل الدولية باسم الشعب السوري، مفادة رفع العقوبات عن سوريا ومحاسبة كل من ساهم بسفك الدم السوري، عودة آثارنا التي هربت، عودة اقتصادنا كمان، معاملنا يلي سرقت واليوم هي شغالة بمكان تاني. طب هدول كلهم إلنا. بالمختصر الدعوة رح تكون محاسبة كل شخص حاول يخرب ولو حجر بهالبلد. كثير مواضيع يمكن هي تخطت أنها تكون هي رسالة، هي الرسالة هي تخطت هذا الشيء. اليوم خلينا نحكي مرعي كمان 3 سنين، أنت من عمر 6 سنين متواجد معهم، هالثلاث سنين شو شكلوا لك؟ 3 سنين كانوا مرحلة كتير حلوة من عمري، تعلمت فيها أنه كون مع بلدي مزبوط، أثبت حالي كشاب سوري طالب متعلم، أثبت حالي مع بلدي أني أنا فيني ساوي شيء، فيني أعمل شيء، فيني أكون أقدم شيء، أقدم شيء لوطني، شيء بسيط طبعا بالمقابل الشيء اللي هي حسنت أقدم له شيء بسيط كتير. طيب شاهد خلينا نقول قديش فعلا كان في مسؤولية ومجهود كبير على عاتقكم. لما أنا أقول رسالة بهذا الطول، كم هائل من الناس، كم هائل منكم من الفعاليات والنشاطات اللي خمتوا فيها من أجل إتمام هي الرسالة، كان يمكن مع كل خطة حبر أو مع كل جملة مكتوبة بالرسالة كان في مسؤولية مضاعفة، يمكن كان في قلق زايد، كان في تحفيز مزبوط. أقوى بالنسبة لكم. صحيح. هلأ هي كانت أمانة يعني إن كانت حتى لو رسالة محبة، بس هذا الشخص يلي عم يكتبه ليتسلمها بالنهاية السيد الرئيس بالصفة والشخص، هي أمانة على عاتقك. كل شخص عم يجي يكتب فأنت عم تزداد عندك هاي الأمانة، بس يلي كان دايما عم بيهون علينا أنه يلي رح يتسلمها بالآخر هو سيد من حمل الأمانة، يعني الشخص يلي حافظ على بلد بوجه عالم كامل كان متآمر عليه، فهذا الشيء كتير بيشجعك بحفزك دايما. وجوه الناس، محبة الناس، استقبال الناس رغم بساطتهم، الشغلات اللي كانت تصير معنا كانت تهون عليك مشقة السفر، كانت تهون متاعب هاي الفعاليات. طبعا هي ما أنا مجرد فعالية، يعني احنا لبين ما نوصل للحظة الفعالية بيكون عنا تحضيرات قبل، تحديدا لما يكون سفر في عنا سفر قبل تحضير، في عنا المناطق، اختيار المناطق، نقدر نحن نجمع، يعني بالآخر سوريا كبيرة جغرافيا وكبيرة بأهلها، فنحن لما نقول أنا بدي أروح لحلب مثلا، أنا ما فيني زور كل أحياء حلب وكل ريف حلب، فحكاية أنك أنت تقدري تتواصلي مع جميع المسؤولين أكيد يلي أنا بدي أتشكرهم كلهم بدورهم يلي قدموا لنا يا أنك تقدري تجمعي أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتواجدين بالمناطق المجاورة للنقطة اللي أنت فيها، هذا مو بالأمر السهل أبداً، تحديداً أنه أنت رايحة أكيد لعند أهلك بس على منطقة أنت ما بتعرفيها، يعني بيختلف فيها الطبع، يمكن بيختلف الفولكلور، بيختلف طريقة الجمعة، طريقة الدبكة، بيختلف كتير شغلات، فهاي القصص كانت عن جد عم بتكون متعبة، بس بنفس الوقت لما ترجعي بآخر الليل تقري تقرش في هاي الرسائل، تشوفي الكم الهائل من الحب، بتحسي حالك انه انت لسه قليل، لسه ما قدمتي، يعني الطفل يلي بيجي عم يكتب لك كلمات انت بتذهلي، معقول طفل عم يكتب بهاي الطريقه، فبتحسي حالك لسه من مكانك مقصره، قادره تعطي لسه انك بدك تعطي اكثر. تمام. اضافه لانه نحن مو بس رساله السيد الرئيس كانت مرافقتنا بال5 سنوات، يعني هي كانت اهم واطول مبادره، هي اهم مبادره مثل ما قلنا، بس نحن كان في عدد من المبادرات كمان عم بتجاريه لهي الرساله. نحن مؤخرا بمحافظه حلب بعد ما طبعا برساله السيد الرئيس جلنا بمناطق حلب، شفنا انه في كثير مناطق عاث فيها الارهاب بطريقه كثير سيئه، حتى كان في مخلفات للارهاب لليوم موجوده بهاي المناطق، من عبارات مسيئه اخذوا هن الجدران دفاتر لإلهم، من اعلام ما بتمثلنا، نحن سياده الدوله السوريه دائما عندنا رقم واحد،
فنحن ارتقينا كتجمع شباب الوحدة الوطنية أنه نقوم هلأ بمبادرة تحت عنوان حلوة الدنيا حلوة سوا. شو بتقول؟ أنه نحن نعمل إعادة تأهيل لهاي المناطق الشرقية يلي كان فيها الإرهاب عن طريق إزالة هاي العبارات المسيئة. هيك كانت الفعالية بالبداية، مثل ما كنا بالرسالة مجرد رسالة وانتقلنا لدعوة قضائية، نفس الفكرة كانت مجرد أنه نحن نزيل هاي العبارات المسيئة، نجمل المكان ونزينه بأعلامنا السورية يلي منفتخر فيها، بعلمنا السوري مزين دايما بنجومه الخضر. بضمن تواجدنا بحي السكري ارتقينا انه هو شفنا لاحظنا انه هو حي فقير ببعض القصص يلي الامكانيات والامكانيات، فتوجهنا لنقوم بنقطه طبيه مجهزه بكافه المستلزمات. طبعا هي اليوم قائمه 24 ساعة بتقدم الخدمات لكل اهالي هذا الحي اللي اليوم تجاوز عددهم 5000 شخص، بتقدم لهم الأدوية، بتقدم لهم العلاج، مجهزة بكادر طبي ضخم جدا، كافة المعدات يلي ممكن هي تعالج أي حالة بتجي لعندها. فمبادراتنا مستمرة دايما، يعني نحن أبدا ما وقفنا. إضافة لإلى شيء سابق كمان غطيته بتذكر الحملات التبرع بالدم، الندوات الحوارية والثقافية اللي كنا عم نقوم فيها. هذا دورنا، يعني دورنا نحن كشباب سوري انه نحن نوعي هذا الجيل يلي بعمرنا يلي هو بيتقبل يمكن الفكره مننا اكثر ما يجي حدا يناظر عليه. هن بيشوفوها مناظره بهذا العمر، انه لما يجي شخص اكبر بالعمر يعطيه الفكره، هي نفس الفكره اللي انا عم بعطيها بس من شخص اكبر من عمره ما رح يتقبلها. فكنا عم نحاول نحن كشباب سوري انه تعال انا وياك اخوه، انا وياك رفقه، ربينا بارض وحده، سمانا وحده وين ما كنت، منهاجنا الدراسي واحد وين ما كنت، المية اللي شربناها هي واحدة، سوريتنا واحدة، تعال نحكي أنا وياك هون صح هون غلط. نحن فاتونا بباب اللي هو فاتونا بباب معين، تعال نحن نأرجيهم نحن كسوريين كيف. نحن جيل كتير واعي، نحن جيل قادر أنه يصنع مصيره بنفسه. وهذا شيء عم نلاحظه من بداية الأزمة في سوريا، شباب تماماً. سوري شباب قوي، شباب صاحب إرادة، شباب أكيد. يومياً عم يفاجئنا يمكن بالإرادة والمواهب الخلاقة والإبداع الموجود داخل كل شاب وشاب سوري. هيك ربينا، هيك ربينا بمدرسة القائد المؤسس، وهيك اليوم نحن عم نكفي مع القائد المفدى. هيك خلقنا، يعني مو بإيدنا، خلقنا شباب، خلقنا بوقت قادر يحمل مسؤولية. ربينا كبار، ما تعلمنا نكون صغار بحياتنا، ونفس الشيء مبادراتنا، ونفس الشيء شبابنا. لما أنت تكوني عم تحكي مع شخص كبير ما فيك تحكي إلا بطريقة بتناسبه، فأنت خلقتي ببلد كتير كبير. هذا الشيء مو بإيدنا. يعني شهد كلام كتير خلينا نقول نابع من القلب ومن سوريتنا كلياتنا. بختام حديثنا بدي أخذ منك كلمة أخيرة، شو بتحب توجه لكل الشباب يلي عم يتابعونا مرين؟ حب أقول إنه إحنا هلأ بدينا، ما انتهينا بالمرة، هلأ بلش دورنا كشباب سوري، هلأ لازم نتعب، لازم نشتغل، تمام. لازم نقدم لبلدنا أكثر هلأ اليوم بالمرحلة الجاية، لأنه هي أكبر بكثير من المرحلة اللي راحت. تمام. بحب أقول لهم هلأ بدينا، هلأ صار دورنا الأساسي أكيد. كشباب. يعني بدي أتشكرك كتير مرعي سوركي، مسؤول أفراد بتجمع شباب الوحدة الوطنية، وبدي أتشكرك أكيد شهد الإبراهيم نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية على وجودكم، وإن شاء الله بهمتكم بهمة الشباب السوري بتضل الكلمة الحلوة هي عنوان كل شيء حلو بسوريا. شكرا لك. نتشكركم على وجودكم معنا.